طلع شوي المكره عندك يا ابني، صافي خليه فادك اني والله يخليه. مرحبا بكل متتبعين ومتتبعات قناة شوف تي في من خلال هذا المباشر. واليوم حنا مع واحد الأم اللي تتوج مدينة مراكش يعني من أجل العلاج ديال الابن ديالها اللي تعرض لحروق حروق خطيرة على مستوى الجسد ديالو بعد ما أنه تم يعني سكب عفوا يعني تخوى عليه الماء القطع في صراع مع واحد السيدة. نخليوها هي تقربنا من تفاصيل هذه الواقعة. يعني السيدة هذه اللي ساكنة على مستوى بازيب واد الربح يعني بمدينة أسفي بإقليم أسفينا وحي مدينة مراكش، واللي يعني تعرضت لواحد الهجوم والاعتداء والضرب والتنكيل يعني، والإضافة أنه الحوايج كلهم يعني لما عندي ولاد تهرسوا حوايج تهرسوا، خووا على ولادها الماء القاطع يعني وضربوها ودخل عليها 15 واحد كما تقول هي على لسانها. وقامت بالمراسلة يعني مجموعة ديال المراسلات للوكيل الملكي لدى المحكمة الابتدائية بأسفي، وكاين حكم قضائي أمامنا الآن كما تنشوفوا بالإضافة لشواهد طبية، ولكن تشوف بأن الحق ديالها ضاع. ما عرفتش شنو السبب اللي الحق ديالها ضاع فهاد القضية هذه. تشوف بأنه كما تقول هي بأن هاد السيدة تتعنى بالفلوس، تتعنى بالنفوذ لأنها عندها يعني عندها فلوس وعندها سوابق عدلية. على العموم هي نخليوها تقرب من خلال المباشر من حيثية القضية. السلام عليكم لله، بأنك تعاودي لنا ملي مشيتي تما وسكنتي، كيفاش كنتي ساكنة قبل ما يوقع لك المشكل؟ شنو غادي مزيان، كان من سكنت شي شهرة ومن تالي تقاعدو لينا، قالك ما تسكنيش تمايا، عشت عامين تاع العنف أنا وليداتي، تعرضوا للضرب، تعرضوا للسب، تعرضوا دخلوا ليهم كل نهار كيهجموا عليهم تاع الدار، وتركوا ولا كيضربوا فيهم وتعرضوا للحرق، وما عطاونيش الحق ديالي، عاد أنا ما عطاتنيش الحق ديالي، خلاو تتحكم عليهم الحكم. وعاودو جاو دخلو تاني للدار ديالي كرفصوني انا وليداتي، ودوك راه عندهم باقي ما قدموهم ما دارو لهم حتى شي حاجه. انا كنطلب من المسؤولين وكنوجه رساله للرئيس الحكومه والناس المسؤولين يتدخلوا في اقرب وقت. نعم يعني دروك انت رفعتي دعوه قلتي له نعم رفع ضرر عن ديال رفع الضرر ومشيتي للمحكمه. مشيت راه مشي بقى البوليس ما صيفطهاش للسيد الوكيل المالك، وصلت للعيب السيد الوكيل المالك وراه باقي ما قدموهمش، كنتسنى في التقديم باقي ما قدموهم، باقي ما جاوهوني ما ردوا عليا والو. نعم، وكيفاش هاد الناس هادو علاش تيعتديو عليك هكا، علاش تعرضوا لك؟ زيغين شبعانين ما كاين والو، هاد الناس طاغين قالك ما تسكنيش تم، كاري وراهم ما يسكنش تم، واش من حقنا نسكنو ولا ماشي من حقنا ما نسكنوش؟ هذاك نهار الاعتداء بينك تعاوديه لنا كيفاش وقع لك، قبل ما نكون معك في هذا اللايف بينك تعاوديني كيفاش وقع هذاك الاعتداء عليك؟ ضربوني انا ولادي مع ديك الوحده ديال الليل ولا ديال النهار؟ كيفاش؟ عاودي لنا قربي لنا التفصيل. ما على والو جاو هكاك وهجموا هكاك، كاين اتفاق هما كيتفقوا، شحال من واحد كيتفقوا عليه، اش كيتفقوا علينا حنا؟ شحال من واحد اللي كيتفقوا عليه كيحيدوه من تم مول الدار مخرجينه من تم، اي واحد كيطفق عليك خرجوا من تم. كيفاش هجموا عليك؟ كيفاش عاودتي لي قبيله قلت لي بانه جاو 15 واحد ودخل عليك الدار وخرجوا من تم؟ دخلوا صحه عاوزين. قال لك ما تقعديش تم، انتم ما تعيشوش تم، ماشي من المستوى ديالنا ما تعيشوش تم. جاو دخلوا صحه كرفصوني انا وكرفصوا ولادي، تهزيتهم ديتهم ودخل البوليس. شو رجعوا ثاني مع ستك. دوك انا الله يستر عليك، داكشي اللي عاودتي ليا قبل ما نطلق معك كيفاش تعتدوا عليك؟ الله يجازيك بخير عاودي لنا، قلتي لي جاو هجموا عليك دخلوا لك الدار 15 واحد، عاودي لي هادشي اللي عاودتي لي. دخلوا للدار وخرجوني من الدار ودقدقوا ما عاد داو لي لاكارط وداو الفلوس وداو السيرو تاع الدار وداو البرطاب وداو ليا، خد من الدار ودخلوا للدار وهرسوا ما خايفينش، قال لكم ما حايرينش، وقال لك اخر نحرقوا الفلوس ودركا قال لك نقدروا نقتلوكم نعطيو عليكم الفلوس.
قدر قلت لكم نعطوا عليكم فلوس اخر فلوس انا نعطوها عليكم لا الدرجة هذه حتى الدرجة. وكيفاش تديروا تخو المقاطع على ولادك؟ مو واقفين تما طلعت فوق خوات عليهم تمجير الاخر قال كنحرقهم وضربهم ودخلوا للدار. واش خواه عليهم اللي ما القطع ولا ما خواش؟ خواه اللي ما القطع ورا صرحوا به الشهود. عندي الشهود صرحوا به والسيده ما تحكمتش. ما تحكمت ما خرجوا لها 4 شهور صورتي. ستينا باش ستان فات الحكم وجاو دخلوا عليا للدار. جاو بناتها من كازا. قال لهم كرسوكم عطوا عليكم الفلوس. ما شاء الله. واش هادشي كاين؟ حنا كنطلب المسؤولين يتدخلوا في اقرب الوقت ويعطوني حقي وحق ولادي. اش اللي كنطلب انا؟ كنطلب المسؤولين يتدخلوا في اقرب وقت يعطوني حقي وحق وليداتي. انا كنطالب في حقي وحق وليداتي. كنطالب بتسجيل تاع الكاميرات. كنطالب باش ما يعني كاين تسجيل الكاميرات كاين شهود كاين الكاميرات توعم. كنطلب المسؤولين يخرجوا يجيبوا تسجيل من الكاميرات وباش ما يشاهدوا الناس. وكنطلب من المسؤولين يخرجوا ويديروا بحث في الدريبه ويعطوني الحق تاعي وحق وليداتي. قلت لي بان واحد السيد بيدافع عليك وتو ضربوه وهرسوه. والسيد اللي جاي فوق تو كرفصو وهرسو وما عطاه حتى واحد الحق تاعه. انا كنطلب من الله كنطلب من الله المسؤولين يعطوني حقي وحق وليداتي. راه عامين تاع العنف وليداتي راه مرضوا ليا. تفرق كنعالج فيه درك. خسرت عليه 4 مليون وباقي حاجه ما كاينه. جبتي ولدك هنا لمراكش تعالجي فيه؟ مراكش كنعالج فيه. شنو الوقع للوليد عندك؟ ضاربين ضاربين الطيحان وضربوه هنا القلب. وتعرض مرض نفساني. يعني ولو ولدك مريض نفسيا بسبب هادشي اللي وقع. هادشي اللي وقع. اش يقول لك ملي تفكر هادشي؟ صافي ما بقاتش ولا كيغوط ليا. كيقول لي هو كيجي كيصرح كيقول لك سبابي هادو الناس. وانا كنطلب مسؤولين. نداء ليهم هاد المسؤولين يدخلوا في اقرب وقت يعطوني حق ديالي وحق وليداتي. واش انت تفكري هادشي الشريف انت ملي تكوني قاعده مع تتفكري هذا الشيء وتيطيح لك في بالك اش تفكري؟ ها كتشوف هذا الشيء اللي واقع. يعني 15 واحد دخل عليك 15 واحد رجاله وعيالات وكان لك جناح واخره ومشاو للبوليس ما تعطانيش انا الحق. جا البوليس النوب الاولى والنوب الثانيه والنوب الثالثه والحق انا ما تعطانيش ولحد الان الحق ما تعطانيش. وراه عندي الحجه وعندي الحكم على هاد الناس. هاد الناس راه اللي كنهضر عليهم راه عندي الحكم وعندي الحجة عليهم. شهرين عندي الشهود عليهم. وعندي تسجيل تاع الكاميرات. كنطلب المسؤولين يديروا بحث في الدريبة اللي ساكن انا فيها. كيفاش تعرضت انا وولادي. جاو دخلوا عليك الدار. دخلوا الدار الشمس كتحرق. وخرجوني من الدار وكرفصوا عليا وكيقول لي اخيرا الفلوس نعطوها عليك. ولحد الان راه مهدد القتل. مهدد القتل انا وليداتي. لهاد الدرجة. لهاد الدرجة. هاد الدرجة هاد السيبة كاينة. أنا بلاد الحق القانون ماشي بلاد العنف والضرب والوليدات باقيين صغار وهم تعنفوا ومرضوا ليا والحق ما تعطانيش. ما شاء الله. واش تجي ولاد بناتها من كازا وعائلتها تما هي ثلاثة المحلات. هادشي فين؟ فين وقع لك هادشي؟ ها؟ هادشي فين وقع لك؟ متابعين جريفات. الجريفات. يعني في واد رابح. في الجريفات. نعم. ودروك انت واش كيفاش تشوفي حياتك في هادشي كلشي؟ انا كنطلب الله المسؤولين يعطوني الحق تاعي. لا حياتك كيفاش تشوفيها؟ الرسالة جحيم. الرسالة شحال من مرة تذكريها؟ حياتك كيفاش تشوفيها في هادشي؟ ورا جحيم ما دعشتو. واش كنتي كارية تما ولا راه هنا ولا شنو؟ انا راه وانا كنطلب المسؤولين ونحكي الحكومة ما تتأسفي تكاع تعطيني الحق تاعي وحق وليداتي. فاش هجموا عليك ما جاو لا جوندار ما جا حتى شي حد. ما جاو حتى الثاني وانا ما تعطانيش الحق تاعي. ما داوهم ما داروا لي حتى شي حاجه. لحد الان التقديم باقي ما مقدموهش. ما شاء الله. الله يفرج عليك الشريف والله يصاوب ما عندك. اذا كما تابعتوا معنا متتابعينا من خلال هذا المباشر حنا مع واحد الام اللي عندها جوج وليدات يعني كانت تعيش واحد الصراع مع واحد السيده كما تقول هي اللي عندها سوابق عدليه ديجا يعني مدوزه يعني السجون ها
سبق لي عندك سوابق في كومسيريا جريفات بلا تعطوا لي تدخل. نعم يعني عندها السوابق عدليه وللاسف يعني هما كما تقول هي على لسانها يعني عرفت انا بان الموضوع بالنسبه لكم ما مفهومش يعني حاولت مع مرارا وتكرارا من خلال المباشر قبل ما نطلقوا هذا المباشر شرحت لها وشرحت لها باش انه توضح الامور ولكن الناس ما فاهمينش هذه الامور حنا حسب الفهم ديالنا حنا نعاودوا نشرحوا لكم يعني بان هذه السيده ساكنه في واد رابح بالجريفات يعني كانت هذه شهرين يعني كرات تما وحاولت انه تستقر هي واحد جوج وليدات تتقول بانه طلقات لها واحد السيده اللي ديجا عندها سوابق عدليه ما تيحملوش البراني انه يدخل تمايا ما تيبغوش انه يعني حتى شي واحد يسكن في هذاك الحي اللي ساكنين فيه هما يعني تعرضت للتنكيل وتعرضت للضرب واللي كان عندها واحد الدعوه قضائيه اللي ربحتها ديك السيده من خلالها في المحكمه الابتدائيه باسفي ويعني وتفاجات واحد اليوم بانه تم الهجوم عليها من طرف 15 لواحد دخل المنزل يعني هرسوا لها المعان خرجوا لها حوايجها ضربها هي خوها الملقط كما تقول على ولادها لان ولدها جابته لهنا من ديال مراكش اللي مرض نفسيا يعني وعنده الم على مستوى الجنب ديالو يعني في الكلوه ديالو الان هي تتناجد لانه كاين حكم قضائي بالمحكمه الابتدائيه باسفي وكاين المراسلات للوكيل الملكي لدى المحكمه الابتدائيه بطبيعه الحال تتناشد بان المسؤولين تدخلوا لانه باقي التهديدات توصل هي بالتهديدات وباقي هاد الناس هادو يعني مهددينها بالقتل فتنتمنى من خلال هذا المباشر انه المدير العام للامن الوطني وكذلك يعني المحكمه الابتدائيه تدخل على الخط باش انه يتم تحقيق بخصوص هادشي اللي توقع على هاد السيده لانه هربات هي من اسفي من واد رابح بالجريفات وجات لهنا مدينه مراكش خوفا من شي حاجه توقع عليها ولا لوليدتها تنتمنى انه تكون الرساله وصلت شكرا لكم على حسن المتابعه الى مباشر ان شاء الله اخر على قناه شوف تيفي.